قبت بطائرة جزائرية وحراسة جزائرية وحراسة جزائرية، كأنني مبعوث جزائري مش بس مبعوث فلسطيني. يعني يريد أن يقول للعالم أنه هذا الموفد الفلسطيني اللي اسمه ياسر عرفات مش جاي لوحده، لا، الجزائر وراه قلبا وقالبا. فهل لي أن أعبر عن ترحيبنا الحار لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وأدعو الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية لإلقاء كلمته، فليتفضل. سيد الرئيس، أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لكم باسم الشعب الفلسطيني وقائدة كفاحه الوطني منظمة التحرير الفلسطينية بأحر التهاني على انتخابكم رئيسا للجمعية العامة للدورة 29 للأمم المتحدة. ولا شك لقد عرفنا فيكم الإخلاص والتفاني في خدمة قضايا الحرية والعدل والسلام، كما عرفناكم من بين صفوف الطلائع المناضلة أثناء حرب التحرير الوطنية الجزائرية. فالجزائر اليوم قد ارتقت في دورها وفي مسؤولياتها الوطنية والقومية والدولية إلى مستوى رفيع حاز على تأييد واحترام دول العالم بأجمعها. خاطب شعوب العالم كافة باسم الشعب الفلسطيني. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. أخيرا تمكن العالم من سماع صوت فلسطين بصوت فلسطيني. قوبل خطاب الثائر الفلسطيني الذي جاء مطالبا بحل سلمي عادل لقضية شعبه بعاصفة من التصفيق استمرت لدقائق عدة. لا، أنا هقول لك كمان موقف لابد أن أذكره عربيا. في الخلاف الذي حدث بين مصر وبين ليبيا أيام السادات، وأنا شهدت هذا بنفسي لأنه أنا كنت أحاول جهدي في هذا الموضوع، وأنا موجود عند الرئيس معمر رئيس بيصر، ثم يجتمع به ثم يتحرك إلى القاهرة. أنا كنت رايح جاي، لم أستطع أن أوفق، ولكن هو تحرك وأنا أنهى الموقف وأوقف المعارك وبحزم. فإنه يسرني أيها الإخوة والأخوات أن أعلن على أسماعكم بأنه وقع الليلة البارحة اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة
بين البلدين الشقيقين إيران والعراق. بين مصر سحابة صيف، ومع ذلك كما تعرف انه ارسل قوات، وليس هذا فقط، ولكن ذهب الى القاهرة، ومن القاهرة ذهب الى سوريا، ثم بعد ذلك ذهب الى ليعرف احتياجاتهم، عشان يعني يطلع على الاحتياجات التي يريدونها، ثم ذهب إلى الاتحاد السوفيتي وقال لهم الآن وفورا تحركون دبابات إلى مصر وإلى سوريا وأسلحة بدل التي فقدها السوريون والمصريون في المعارك. فقالوا له هذا يعني أبدو له بعض أنه هذا سيأتي على يعني أعطينا فرصة. قالوا إذا كانت هذه الفرصة المال فالجزائر ستتحمل المال، ودفع في ذلك الحين شيك ب 200 مليون دولار دفعهم فورا للاتحاد السوفيتي، وكان زمانها 200 مليون دولار يعني 200 مليون يعني كأنك في ذلك الوقت كأنك في ذلك الحين تدفع 2000 مليون دولار، يعني 200 مليون دولار في ذلك في 67 اكننا الان ندفع 2000 مليون دولار دفعهم للاتحاد السوفيتي ليسرع في ارسال الاسلحه الى مصر والى سوريا. رفض باش نمشي البحر ولا ايطاليا ولا جهات اخرى، لان قمرت على رجوله الجزائر، جزائريين جزائريين نعرفهم رجال واصحاب مبدا، كيف نقولوا احنا بلغتنا رجال، الناس تفهم انا الرجوليه، قمرت عليهم نعرفهم رجال. والله والله فكرت انا خاطر فما شكون قال لي هو عندنا البحر وايطاليا وكذا، قلت له لا طاين طاين يبيعوا الواحد ويشيوه بلفته. ايه عندهم عندهم شهامه ومروءه، شهامه ومروءه ورجوليه ورجوليه، قبرت عليهم. هذه لا يمكن ان ننساها احسن. ثم بعد ذلك كما تذكر أرسل قوات، وظلت هذه القوات موجودة حتى حرب 73، وكانت هذه القوات من حسن الحظ أنه هذه القوات الجزائرية كانت بجوار القوات الفلسطينية، فقتلنا سويا جنبا إلى جنب على قناة السويس مع إخواننا الجزائريين، ومع مين؟ مع بعض الضباط الذين دربوهم إخواننا الجزائريين. سبحان الله، شوفوا ازاي الصدف والمناسبات الطيبة. وقال كلمة مشهورة، الأمة العربية تركها، وإذا إذا إسرائيل تعتقد أنها أخذت سيناء وأخذت الجولان وهذا الضفة الغربية وهذا غزة، فهيك بتعرف ان العمق العربي واصل لغاية الجزائر.
excelencia, el señor Javier Medina, presidente del Consejo de la Revolución y del Consejo de Ministros de la República Argelina Democrática y Popular. Allons-y.